لا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيهما داء لا شفاء له. يقول المسعود، وهذه وصية عظيمة، لا تمكن صاحب هوى من أذنيك، تفتح الشاشة فتجد ساحر أو ملبس أو مفتون صاحب بدع وهوى وخروج وفتن، لا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيهما داء لا شفاء له. وهذا العهد من أنفع العهود والوصايا.